السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام باستعراض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الاثنين الموافق للثالث عشر من شهر يوليو لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع عناوين صحيفة الوطن والتي استهلت. ولي العهد يصدر قرارا بإعادة تشكيل الوطنية لمنظمة التجارة العالمية. الخارجية، التأشيرات السياحية لأمريكا لعشر سنوات. الإسكان لأصحاب الطلبات، سجلوا البيانات الشخصية في نظام إشعارات. وإلى صحيفة أخبار الخليج والتي نشرت على صدر صفحاتها لهذا اليوم. ولي العهد أفاق أوسع لتعزيز العلاقات مع أمريكا. اجتماع بين البرلمان والحكومة اليوم لبحث ملف التعاقد بل التقاعد. مصادر سعودية، فتح جسر الملك فهد بعيد الأضحى المبارك. وإلى صحيفة الأيام والتي بينت خالد بن حمد يوجه لتنظيم بطولة أقوى رجل في البيت. خالد بن عبد الله، إعفاء 8 قطاعات تجارية من رسوم العمل، تحميلهم 30 دينارا تكلفة فحوصاتهم. حجر المسافرين القادمين إلى مملكة البحرين ل10 أيام. وأخيرا ضمن جولة العناوين ستكون مع صحيفة البلاد والتي أكدت البحرين تحرز تقدما في المؤشرات التربوية الأممية. دوام الطالب، 12 طالبا من المنزل و12 على الأونلاين. إلى أبرز ما جاء في الصحف حول كوفيد-19، حيث نطالع من صحيفة الأيام أن الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي، أصدر قراراً بإعفاء الأنشطة التجارية الأكثر تأثراً من تداعيات فيروس كورونا من بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل. لفتت صحيفة الأيام أن وزيرة الصحة فائقة الصالح أصدرت قراراً بالسماح بفتح برك وحمامات السباحة، وذلك ضمن اشتراطات وإجراءات تفصيلية لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا. وفي هذا السياق قالت وزارة الصحة أن الاشتراطات الصحية الواجب القيام بها في المنشآت التي تحتوي على برك وحمامات سباحة لا تعني السماح بفتح المنشآت أو استئناف العمل بها، مؤكدة أن هذه الاشتراطات من أجل تنظيم عمل المنشآت المعنية بهذا القرار فقط. بيّنت صحيفة الأيام أن وزارة الصحة نوهت أنه من الواجب على جميع المسافرين القادمين إلى مملكة البحرين عبر مطار البحرين الدولي بدءا من الساعة 12 صباحا من يوم الثلاثاء الموافق 21 من شهر يوليو الجاري الخضوع للفحص المختبري لفيروس كورونا عند وصولهم إلى المطار، وذلك على نفقتهم الخاصة والتي تقدر ب30 دينارا بحرينيا، والخضوع للحجر الصحي الاحترازي لمدة 10 أيام. كل شيء اليوم على ما يرام، عنوان مقال للكاتب حسين التتان في صحيفة الوطن. فإلى المقال. يبدو أن كافة المؤشرات الخاصة بجائحة فيروس كورونا في البحرين تشير إلى تراجع الفيروس بشكل ملحوظ بحسب المسؤولين في الدولة. وعليه وبحسب المعطيات، فإن قادم الأيام قد تشهد الكثير من الانفراجات فيما يخص الإفراج عن بعض القيود التي فرضتها الجائحة، وذلك بحسب ما ترتئيه اللجنة التنسيقية وفريق البحرين
بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وبحسب التزامنا بتطبيق بقية الإجراءات الاحترازية المعمول بها. ربما وبسبب ما خلفه كوفيد-19 من رعب وخوف في نفوس الناس خلال الأشهر الماضية، فإن البعض لم يتقبل أن تفتح الأنشطة المعلقة في المرحلة القادمة، لكننا نحب أن نطمئن الجميع أن ما تقوم به الدولة هو نابع من دراسات علمية دقيقة وليس وفق اجتهادات أو تخمينات. لفتت صحيفة أخبار الخليج أن مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني صرح أن عدد المتطوعين المتدربين في الدفاع المدني بلغ أكثر من 5500 متطوع. بيّنت صحيفة الأيام أن رئيس قسم خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية جليلة السيد سلمان قالت إن الوزارة بدأت في عمليات تكثيف الرقابة والتفتيش على المراكز التأهيلية الخاصة العاملة في مجال الإعاقة بعد بدء استئناف البرامج والأنشطة وجلسات التأهيل الفردية، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا. نقلت صحيفة أخبار الخليج أن مصادر إعلامية سعودية ذكرت أن جسر الملك فهد سوف يتم إعادة تشغيله خلال شهر أغسطس القادم بعد إجازة عيد الأضحى المبارك مع تطبيق مجموعة من البروتوكولات والإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا. نقلت صحيفة البلاد أن فريق شباب لنعيم التطوعي نظم حملة تفتيش على صالونات ومحلات الحلاقة الرجالية والنسائية في عدد من مناطق العاصمة للتأكد من تنفيذ اشتراطات وإجراءات السلامة للحد من انتشار فيروس كورونا. إلى الأخبار المنوعة، حيث نشرت صحيفة الأيام صوراً لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة نشرها على حسابه الشخصي الإنستغرام، وهو يقوم بنزهة بحرية لصيد الأسماك. هذا وبيّن صحيفة الأيام أن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية وجه المكتب الأعلامي لسموه للإعداد والتحضير لإقامة بطولة أقوى رجل في البيت في 12 من شهر أغسطس المقبل، والتي تأتي في إطار مبادرات سموه الداعمة للشباب والرياضة البحرينية. بقلم محمد العليوي نشر صحيفة الأيام مقالا بعنوان تحول الأندية إلى شركات يحتاج فكرا احترافيا، فإلى المقال. جميع من ينتمي إلى الوسط الرياضي المحلي من جماهير ومن إعلام رياضي ومن لاعبين وحكام وحتى أصغر العمال في الأندية الرياضية طاروا من الفرح عندما تم إقرار تحويل الأندية المحلية إلى شركات تجارية واستبشروا خيرا بهذا القرار الحكيم. إن المعنى الحقيقي للشركات التجارية في المفهوم الاقتصادي هو در أرباح طائلة من الأموال، والتي ستعود بالنفع على كل من يعمل أو ينتمي لتلك الأندية. نحن كإعلام رياضي ندعم رؤية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في التوجه العام نحو صناعة الرياضة، الأمر الذي سوف يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير القطاع الرياضي ومنظومته الإدارية والفنية. الشركات التجارية تحتاج إلى فكر احترافي، فالمرحلة المقبلة للشركات المزمعة تحتاج إلى أصحاب العقول الاستثمارية في عالم التجارة والاقتصاد، وتحتاج إلى كوادر بشرية مبدعة ومميزة
في عالم التسويق والترويج، وتحتاج إلى عقول احترافية في الإدارة الرياضية والأجهزة الفنية. نطالع من صحيفة الوطن أن وزارة خارجية مملكة البحرين وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة أعلنتا عن التوصل إلى اتفاق بين الحكومتين بشأن تمديد صلاحية التأشيرات السياحية الممنوحة لمواطني البلدين الصديقين من 5 إلى 10 سنوات. نقرأ من صحيفة الوطن أن وزارة الإسكان دعت جميع المواطنين المنتفعين من الخدمات الإسكانية وأصحاب الطلبات إلى ضرورة تسجيل بياناتهم الشخصية ومعلوماتهم في النظام الوطني للإشعارات الحكومية إشعارات. علمت صحيفة أخبار الخليج أن اجتماعا مشتركا ستقوم به هيئتا المكتب في مجلسي الشورى والنواب مع الحكومة للتعرف على المستجدات المتعلقة بملف التقاعد. علمت صحيفة البلاد من مصدر بإحدى المدارس الخاصة أن خطة العودة للدراسة ستكون عن طريق الدراسة الحديثة والأونلاين، على أن يكون في الصف 24 طالباً مع بدء العام الدراسي الجديد في شهر سبتمبر المقبل. وبحسب تعليمات شفهية وردتهم من وزارة التربية والتعليم، فإن الخطة ستكون 12 طالباً من المنزل و12 طالباً عبر الإنترنت. وإلى المحطة الأخيرة مع فن الكاريكاتير. وبفن الكاريكاتير مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.